السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على قناة الفرجة تيب. نستعرض عليكم جديد اليوم: تعرضت الفنانة دنيا بطمة لموجة من الانتقادات السلبية عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبل حفلها في مهرجان إفران الدولي في المغرب، وذلك إثر ما فعله زوجها ومدير أعمالها المنتج محمد ترك. وفي التفاصيل، توجه الأخير للصحفيين الذين تواجدوا في المؤتمر الذي عقد للمناسبة بالقول إن الفنانة المغربية لن تقبل توجيه أسئلة ترتبط بحياتها الشخصية وبعيدة عن مشاركتها في المهرجان، وأضاف: يلي مش عجبه ممكن يمشي من المؤتمر. كما تدخل أثناء توجيه أحد الصحفيين سؤالا لبطمة مذكرا إياه بالالتزام بالتنبيه السابق، الأمر الذي وضع في موقف محرج ودفع للتدخل في محاولة منها لتهدئة الأجواء، مشيرة إلى سبب رفضها للتحدث عن حياتها العائلية الخاصة بعدما طالتها العديد من الشائعات المحرجة. وقالت أنها تفضل التركيز على نجاحاتها وأعمالها الفنية، وأعربت عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مهرجان إفران الدولي. وشاركت دنيا بطمة على حسابها في انستغرام مقاطع فيديو من أجواء الحفل مع التعليق: أروع جمهور نجومي حقيقي على أرض الواقع وليس في المواقع. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا من فضلكم. إلى اللقاء.